السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. احنا النهاردة رايحين ناخد تطعيم الست شهور. احنا طبعا عدينا الست شهور بفترة، يعني احنا بقالنا ست شهور وعشر ايام، بس احنا دخلنا على التطعيم ده لانها كانت تعبانة. لولو ودي ايلي، هنروح ناخد التطعيم ونرجع نشوف احنا هنعمل ايه. مبدئيا بقى احب اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا الفترة اللي فاتت. طبعا انا كنت مقصرة معاكم في الفيديوهات، ما بطلعش خالص على اليوتيوب، ما بعملش بس مباشر. ده بسبب ان ايلين الفترة دي طبعا كانت محتاجة مني كل الوقت، وايميرا كمان كان عندها مشكلة صحية كنت قلت لكم. الحمد لله احنا عرفنا المشكلة فين وهتتعالج باذن الله. بس حبيت بقى ايه اعوضكم. الفيديو ده كان متصور ايام الكورونا في ايام الحظر. طبعا هتقولي لي انتي منزلة دلوقتي ليه؟ هو بصراحة كان فلوج جميل، بس طبعا في فيديوهات انا كنت صورتها ولما غيرت الموبايل، يعني شلت الفيديوهات من عليه وحطيتها على هارد ديسك وشلتها وكنت ناسيها. فحبيت ان انا استغل الفرصة دلوقتي ان انا اخدكم في جولات حتى لو فيديوهات قديمة. هنقارن بقى اسعار الحاجات في الوقت دوت مع الاسعار في الوقت الحالي. باذن الله الفترة الجاية هنزل لكم فلوجات كتير، وهحاول انزل لكم دروس لغة تركية، بس ادعوا لي ربنا ييسر لي وقتي ويبارك لي في الوقت. وكمان هطلع معاكم لايف في اقرب فرصه، بس هعمل لكم الاول استبيان كده نشوف انتوا عايزينه يبقى الصبح ولا بالليل، طبعا عشان الدراسه بدات والمواعيد اللي ينفع نعمل فيها اللايف او اي ايام. وباذن الله هنطلع في لايف قريب مع بعض. كده احنا دخلنا ال سي وكيكي، هوريكم بقى الدنيا جوه عامله ازاي، ويا رب الجوله تعجبكم. نزل عليه تخفيض بدل 120 نزل ل 79، ونزل من 79 دلوقتي حاليا ب 69، لو تقسيط هيبقى ب 77. فجميل جدا بصراحه. ودي بشاكير، البطاطين دي بتدفي جميله جدا و خفيفة، هي يعني خفيفة وبتدفي وسعرها مش غالي، 90 ليرة مش مبلغ كبير بالنسبة لنا هنا في تركيا. دول مخدتين، كيس مخدة قطن، دول اتنين ب 35 ليرة، سعرهم عالي شوية. دي فوط قطن 100% عاملاها 35 ليرة. دي ب 25، عندهم اشكال حلوه جدا. دي اسمها باسباس، باسباس يعني دواسه، بنحطها قدام باب الحمام او البانيو. دي ب 25 ليره. ده اسمه افتارلي، يعني تارليك يعني شبشب، افتارلي يعني شبشب البيت. ودي خداديات للاطفال. بصوا دي بطاطين تاني، دي ب 80 ليرة، هنا ب 80، بس دي غالبا صغيرة. اللي احنا شفناها الأول كانت ب 90، كانت أكبر تقريبا. هنا في ميلايات، دي دواسات، طبعا هنا الجزء الاول دوت اسمه السي وكيكي هوم. هوم يعني الحاجات الخاصه بالمنزل اللي احنا نقدر نشتريها، سواء كانت مفروشات، سجاد،
اطباق حاجات زي كده ان احنا بنستخدمها في البيت، غير الحاجات اللي الاستخدام الشخصي زي ملابس الاطفال او الكبار سواء كان رجالي او حريمي او ولادي او بناتي. تمام، ده كده الجزء الاولاني. بعد كده هنبدأ ننتقل على الملابس وهوريكم اسعارها. طبعا احنا قلنا ان الاسعار دي قديمة، وهوريكم ان شاء الله بقى الفيديو الجاي محل ملابس اطفال، هوريكم الاسعار القديمة وكان السعر عامل ازاي، ودلوقتي في الوقت الحالي صورت نفس المحل بس كان نقلوا يعني في مكان تاني، وهوريكم الاسعار حاليا عاملة ازاي. بص هنا البلوفرات دي على فكرة هي تعتبر خفيفة بس بتدفي جدا. دي اسعارها هيبسي كاركتر دوكساندوكوس كاركتوكوس دوكساندوكوس اللي على السن ده يعني بين 45 ل 49 ليرة او 45 ل 50، دول 35 ل 40. دول من 25 ل 30. عندنا هنا الجاكيت، ده جاكيت بناتي كان ب 200 ليره. 200 ليره في الوقت دوت كان مبلغ غالي مش رخيص. انا عايزه اقول لكم دلوقتي اقل جاكيت اطفال مش اقل من 600 700 ليره. والله يعني يمين هتحسب عليه بدون مبالغه ان الاسعار في حاجات اسعارها زادت حوالي 8 و9 و10 اضعاف، في حاجات صغيره زادت 300% و400% يعني 4 اضعاف، وفي حاجات زادت حوالي 10 اضعاف زي ما هوريكم ان شاء الله الفيديو الجاي. وانتوا يعني هتشوفوا الاسعار هتقارنوها بنفسكم. هنا دي تونيكات رياضية سعرها من 70 ل80 في الوقت الحالي حوالي 400 و500. انتوا بقى اضربوا وشوفوا كم ضعف فرق. هو الوقت ده كان في شهر فبراير، كان تقريبا 10 فبراير حاجة زي كده، من سنتين ونص بالظبط. حتى هتشوفوا اميرة كانت لسه صغيرة. الفيديو ده لو تفتكروا اليوم اللي احنا صورنا فيه المول وصورنا فيه محل كان احذية اعزكم الله اللي هو ديجمان، كنت صورت لكم فيه الاحذية واسعارها واشكالها ووقت التخفيض، في نفس اليوم كنت مصورة الفيديو ده، بس طبعا كان فيه اجزاء منه مش موجودة معايا والحمد لله لقيتهم يعني، فحبيت ان انزل لكم الفيديو اخدكم نتفسح سوا وفي نفس الوقت تشوفوا الاسعار كانت عاملة ازاي. طبعا انا عارفة ان الاسعار في مصر زادت، وهنا كمان هنا الرواتب زادت، الحد الأدنى للرواتب زاد، الحد الأدنى للرواتب حوالي 11500 ليرة، ولكن دوت ما بيكافئش زيادة الأسعار. يعني مثلا الناس اللي عايشة في إيجارات، الإيجارات دلوقتي أقل حاجة في المنطقة اللي احنا فيها، عشان نقول أقل حاجة أقل حاجة خالص ممكن تبقى 8000 9000، ده أقل شيء. تمام، عشان كده اللي بيفكر يستقر في تركيا، تركيا مش بلد للاستقرار، دي أول حاجة. تاني حاجة لازم يكون اكثر من فرد بيشتغلوا، الزوج والزوجة، ولو في حد تاني يقدر ان هو يشتغل في البيت عشان بس يكفوا معيشة اكل وشرب وسكن. الشيلان دي ب25 ليرة اشكالها جميلة. بالنسبة للشيلان او الكوفيات ديت، الشيلان دي حاليا عاملة 300 ليرة و250 ليرة، ده اقل حاجة في الوقت الحالي من ال سي وكيكي، نفس الخامة ونفس التقل ونفس العرض، غير طبعا الحاجات اللي بتتباع في الاسواق الشعبيه دي حاجه مختلفه، لكن اللي في السي وكيكي نفسه عامل كده. البلوزات دي كانت ب 50 ليره في الوقت الحالي عامله حوالي 250 300، حوالي 6 اضعاف، من 5 ل 6 اضعاف. قيسوا بقى كده على كل حاجه. هنا ده كان شبه سويت شيرت ويجون ويجون يعني مناسب، فيات يعني سعر، ويجون فياتي يعني سعر مناسب او الاسعار هنا مناسبه. تمام، دي زي ما قلت لكم كان كله وقت سيل، فطبعا كانت الاسعار رخيصه اصلا، كان الوقت دوت رخيص. حتى الاجهزه الكهربائيه انا عايزه اقول لكم كنت اشتريت مطحنه قهوه وبهارات، اشتريتها ماركه اسمها ماستر جولد او جولد ماستر حاجه زي كده. المطحنه دي كانت عامله حوالي 400 ليره في الوقت دوت ماشي، وكان مبلغ يعتبر عالي نسبيا. النهارده عامله 1600 ليره،
اربع اضعاف. طبعا انا يعني مش قصدي ان انا اكرر لكم الكلام عشان اضايقكم، بس انا بقول لكم يعني حتى اللي بيفكر ان تركيا، طب ما تركيا فيها رواتب عاليه، بس مع الاسف في عنصريه. مش هقول ما فيش عنصريه، انا لما بتعرض لموقف عنصريه بعرف ادافع عن نفسي. في ناس ما بتعرفش تدافع عن نفسها، اللغه ما بتسعفهاش وما بتساعدهاش، دي حاجه. تاني حاجه الرواتب زي ما قلت قليله، فلازم لو حد هيجي ان هو عشان يشتغل لوحده كفرد يبقى لازم يعيش في سكن شباب. لو لقى سكن شباب، سكن الشباب دلوقتي غالي. لو هو هيعيش في اسطنبول الايجارات من 10 12 15 وانتوا طالعين. طبعا في اماكن بتبقى متطرفه، دي ممكن تبقى ب7 8. كوش كوش هاير هاير تشيكا ماسن ماني كان ديلسي هاير افندم ابا ابا نبار ابا باي باي قال ديو اللي صلى ابا يا باي باي هادي باي باي يا طبعا دي الأنسة أميرة كانت بتعيط عشان لازم تاخد الشنطة دي. الشنطة دي كانت ساعتها عاملة 80 أو 85 ليرة، كان مبلغ وقتها. هدي كوش 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 أهلي. هاي ميرا بيبي أني gel gel gel. Hadi. Ben geliyorum. Siz gidin. عايزه اقول لكم الجواكت المنفوخه دي بتبقى جميله وبتدفي. انا عايزه اقول لكم الجاكيت الاصفر ده احنا خدناه وقتها كان عامل تقريبا 60 ليره. طبعا الحاجات دي صغرت عليها ودلوقتي بقت من نصيب مين؟ من نصيب الانسه ايلين. في حاجات طبعا بتصغر بسرعه، فالافضل ان احنا ما نجيبش منها كميات كتيره، يعني ما نجيبش كذا حاجه. هو يعني ممكن نجيب حاجتين او ثلاثه بالكتير قوي ان الطفل يبدل فيهم بالنسبه للجواكت والحاجات اللي هي زي كده. لكن طبعا بالنسبه للملابس الداخليه او الملابس اللي هي بتاعه الخروج، الملابس الداخليه ما فيش فيها مشكله، ممكن نجيب منها كميه بس بنجيبها كبيره شويه. لكن الملابس الخروج بنحاول ان احنا برضو يعني نحجم الموضوع. وهنا ده كده كنا خلصنا الفلوج بتاعنا ومروحين. اتمنى تكون الجوله عجبتكم. لو حابين تعرفوا اسعار حاجه جديده او حابين تعرفوا حاجه معينه سيبوا لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صالح دعائكم. بحبكم في الله، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.